السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. موضوع النهاردة بتكلم عن كيفية حل مشكلة الكتابة باللغة العربية في برنامج الفوتوشوب 2021 و2020 بخطوات بسيطة جدا. عشان ما اطولش عليكم تعالى نبدأ الشرح. قبل أي حاجة كنت شاكر ليكم لو عملتوا اشتراك للقناة بتاعتي وفعلتوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الخطوة اللي بعد كده نروح نفتح برنامج الفوتوشوب. نيجي هنا عشان نشوف المشكلة بتاعتنا بتاعت النهاردة. طبعا لما بتيجي تكتب بالعربي بيظهر معاك الحروف بالشكل ده، فان شاء الله نحل المشكلة دي النهاردة. عشان تحل المشكلة تيجي عند قائمة edit اللي هي فوق ديت، تمام، وتنزل تحت على حاجة اسمها preferences، وبعدين طيب. بعد ما تيجي عند تفتح قائمة طيب هتلاقي هتظهر بالشكل ده. هتلاقي عندك في الجنب كده choose ticket and change option، عندك هتلاقيها متعلم على لاتين اند ايست اسيان، تمام، هتخليها انت وورلد ريدي لاي اوت، وبعدين هتديس اوكي، وبعدين هتيجي تعمل ريستارت للفوتوشوب لو تقفله وتفتحه يعني تاني. نيجي نجرب نشوف المشكلة اتحلت ولا لأ. نيجي نعمل تكست تاني كده، نكتب اللغة العربية، تمام، زي ما انتوا شايفين مشكلة اتحلت معانا. طبعا في حاجة كمان، لما بتيجي مثلا تكتب كلام انجليزي بعد الكلام العربي بيظهر عندك في الجنب كده على ايدك اليمين، المفروض يظهر في المكان ده. فانت بتيجي عند عشان تحل المشكلة ديت بتيجي عند قائمة ويندو اللي هي فوق، وبعدين بتيجي عند كلمة باراجراف بتلاقي كده مش متعلم عليها، بتعلم عليها بيظهر معاك في الجنب كده قايمة. تيجي عند التلات شرط اللي تحت بعض دول، وبعدين لو متعلمة عندك على ديفولت فيوتشرز هتخليها ميدل استرم فيوتشر، تمام، هيظهر معاك حاجة بالشكل ده. هتلاقي فيه اختيارين، اختيار ده والاختيار ده، عشان تجيب الكتابة اللي بإنجليزي هنا. فانت بتدوس على الاختيار ده، بتيجي عندها كده وتدوس عند الاختيار ده، وبكده المشكلة اتحلت اهي معانا. نيجي نكتب كلام انجليزي يجي معانا بشكل واضح كده. المشكلة بتاعت النهاردة اتحلت وكده الشرح تم. ارجو ان تكونوا استفدتم من الشرح.